الغرام عندك على النبي تعاطف حمزه خلى على جنب انا لا نتعاطف احد ولا شيء اذا باخذ شيء باخذه بيمنه مين حمزه دقيقه ما معنى احد اسمه حمزه صل على النبي مين حمزه اصبر دقيقه معاذ دقيقه حبيبي دقيقه خليني اتكلم ارد على ابى اعرف من حمزه من حمزه حمزه اللي هو حمزه واحد اي طيب اسمع يعني امس واحد ينسى اسمه الثاني حمزه قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله والله حق اسلم دايم شوف يا حبيبي اول شيء قل لا اله الا الله وروق واجلس وحط رجل على رجل يعني ادبا بس واحتراما اننا جالسين على على كراسينا نزله وارجع بس في الشاشه دائما في مثل هذه المواقف يعني تكلم معك علي وتكلم معك عادل الان نسند المهمه لسالم بن حزام قد يصل معك الى حد تفضل سالم طيب صل على النبي خلني اللهم صل وسلم عليه ما يخالف يا حبيبي لا تزاعق بخليك ترد ابى ارد على نقطة عادل عشان طب لا تزاعق لا تزاعق يا معاذ معاذ انت كل شيء تنساه الا ما نسيت انك انت